حتى المعدات بنهرب على الحمام. بعرفش من أنا صار يجي اطلاق النار، يعني الحمام نفسه بطل صار فيه امان. اطلاق نار كثيف بعد الصواريخ الانرجا تقريبا 5 قذائف، الدار بلشت تنهال علينا شوي شوي. وصلنا الناشد الدفاع المدني، والدفاع المدني صار يتهرب، ما في تنسيق او ما فيش تنسيق الدار علينا. المهم اخوي لما ولعت الدار هين، اخوي هرب على الحمام داخل، فتح شباك بلش يطلع فينا واحد واحد. طبعا انا كنت ساكن فوق بهالغرفة المهدومة انهدمت، صرت اناوله اطفالي واحد واحد. بعد ان ناولته زوجتي، بعد انا كفزت من فوق الدار. كان في اطلاق نار كثيف مع صواريخ الانرجا، يعني ما نادوا بسماعات او ناشدوا او اخلوا المنزل، بس هنا على صوت اطلاق النار.